هلا بيف كناش شرح لي أخبار مفرحة لأصحاب المعاشات والورثة. جاءنا اليوم الجديد في حسابات العلاوات الخمس من 1987 حتى الآن، يعلنها محامي المعاشات. هنشوف مع بعض وهنسمع محامي المعاشات وهو بيعلن الأخبار عن موضوع العلاوات الخمسة من عام 1987 وحتى الآن. فيديو مهم يجب أن حضرتك تسمعه وتشوفه عشان كل اللي بيسأل عن حاجة بخصوص العلاوات الخمسة من عام 1987 وحتى وقتنا هذا هيلاقي إجابة على أسئلته في هذا الحديث اللي هيتكلم فيه محامي المعاشات. تعالوا نشوف بيقول ايه. أمثلة لبعض الحالات معايا، الأمثلة دي تنطبق على كل من يسمعني الآن أو كل من له الحق في العلاوات الخاصة. كان في حاجة اسمها مبلغ أساسي ومبلغ متغير، اللي هو المرتب بتاع الموظف مبلغ اساسي، يعني يقول الاساسي كان بيتعامل مثلا على 30 جنيه، انا بعتقد انا فاكر يعني حاجه زي كده، انه كان مرتبه 30 جنيه في البدايه ويدي له حوافز ويدي له بدلات وحاجات زي كده، ما كانش فيه غيرات القرار سنه 80، والبدلات دي بيسموها الاجر المتغير. دي سنه 87 الدوله طلعت قانون اسمه قانون 101 لسنه 1987، وقررت اول علاوه خاصه كزيادة على الأجور، زيادة في الأجر الأساسي، بس ما كانتش بتبقى ضمن الأجر الأساسي، كانت تقرر على الدواء الأجر الأساسي ولكنها ليست ضمن الأجر الأساسي. يعني مثلا لو كان أجرك الأساسي سنة 87 100 جنيه، الدولة قررت أول علاوة 20%، 20% أول علاوة سنة 87 علاوة في الأجر. احنا ما بنتكلمش في كل ده، بنتكلم على أنت ما زلت، أنا برجعك دلوقتي، معلش أنا هطول معاكم في الحتة دي بالذات، برجعك دلوقتي انك كنت موظف، لان هو الحكم رجعت كده، كنت في الدوله عامل في الدوله، ما كنتش على المعاش، هو ده الحكم. فقررت 20% زياده لجميع العاملين في الدوله. ال 20% دي مثلا لو قلنا مرتبك ساعتها كان 100 جنيه، في ناس كانت اقل من كده بكتير قوي عشان بس اقربها، ال 20% دي كانت حوالي 20 جنيه. طبعا السنه اللي بعديها قررت زيادة برضو، الزيادة دي كانت 15%، السنة 89 15%، سنة 90 كانت 15%، سنة 91 كانت 15%، سنة 92 كانت 20%. دي الزيادة اللي في الأجر في الوقت ده. طيب هنقول بقى الدولة عملت إيه سنة 92 بقى؟ راح تطلع قانون جديد في 92 برضو، وقالت طيب انا كده مش هفضل اقول، لان كده بقت العلاوات دي بقت كانها اجر موازي للاجر الاساسي. طب هيستفيد منها ايه المواطن؟ انا عايز ارفع من اجر الاساسي الدوله، يعني عايز ارفع من اجر الاساسي عشان خاطر يبقى حاجه كده ايه، حتى لما يجي يخرج معاش في الفتره دي يبقى اجر الاساسي معاشه معقول. فعملت قالت قررت الضم بقى، قررت الضم، قررت علاوه سنه 92 مع ضم علاوة 87 للأجر الأساسي في 92. يعني العلاوة اللي قررت سنة 87 اتضمت للأجر الأساسي سنة 92. طب خرج للمعاش بقى حد في الفترة دي، يعني اللي خرج للمعاش في يوليو لحد يونيو 1900، عشان انتوا عارفين الفترة البينية، من يوليو حتى يونيو 1987 اللي خرج في الفتره دي كانت القرارات علاوه 20%، وخرج للمعاش لا هي اثرت في الاجر الاساسي ولا اثرت في الاجر المتغير، والتامينات لم تتعامل معها باي شيء، رغم انها في قرارات منظمه صدرت من التامينات بحاجه اسمها اجر الاشتراك عن العلاوه دي، اشتراك التامين، يعني تدفع عنها تامينات اجتماعيه. يا رب تكونوا سامعين ده ونستوعب الحته دي كويس قوي، واللي ما سمعناش يسمع تاني. خرج اهو عدد من اصحاب المعاشات، خرجوا من يوليو 87 حتى يونيو 88، في الفتره البينيه دي بقى من حقه وفقا للحكم الاداري العليا
يتحط في معاش الأجل المتغير 80% من هذه العلاوة. لو هي 16 جنيه نضرب أو 20 جنيه، خلينا في ال 20 جنيه، لو هي 20 جنيه نضرب ال 20 في 2 في 8 ب 16، تطلع الزيادة 16 جنيه. طب تتحط إزاي بقى ال 16 جنيه دي؟ يعني مثلا هديكم مثل للأستاذ أحمد العرابي، أو أحمد العرابي رئيس الاتحاد، ده خرج سنة، أنا هعتبره كأنه خرج 87، خرج سنة 97 ومجموع علاواته دي كان 53 جنيه، 80% منها 42 جنيه. لو هو خرج في الفترة دي كان معاشه بقى الأجر المتغير، كان معاشه الأجر المتغير 101 جنيه، يعني جمعوا له بقى كل الأجور المتغيرة للبدلات والحوافز والكلام ده كله، عمل لما جه يتسوق بقى 101 جنيه حقه في المعاش عن الأجر المتغير. أروح بقى خلاص بقى 101 أجر متغير، أحط عليهم ال 42 جنيه اللي هم قيمة مجموع العلاوات الخاصة وفقا للحكم الإدارية، وأسوي المعاش على كده مع تدرجه في المعاش منذ خروجه حتى تاريخ الصرف وفقا للحكم الإداري العليا. عرفتوا بقى تيجي إزاي؟ يعني المبلغ معاش الأجر المتغير خلاص اتسوى أهو، أروح حاطط عليه 80% من مجموع العلاوات الخاصة التي لم تضم الأجر الأساسي وقت خروجك للمعاش، وأسوي المعاش على كده وأعمل التدرج. ليه التدرج بقى؟ لأن بدأ بعد ما حضراتكم بتخرجوا المعاش بتيجي زيادة سنوية على المعاشات دي. الزيادة دي هتخش منها، كان زيادة بتتقرر بنص القانون على مبلغ كده معين، برضو بيتقرر على قيمة العلاوة دي. يعني كأجل اشتراك كان بيطلع له قرار بزيادة المعاشات عليه. عرفنا بقى ان، يعني انا بلخص لك دون حسابات، بلخص لك ان العلاوات الخاصة دي تسويتها بتتم ازاي، وده المكلف بيه الخبير، واحنا كتبنا مذكرة الخبير في النطاق الزمني لتطبيق هذه العلاوات منذ يوليو 1987 حتى اخر علاوة تقررت 2015، ده وفقا للحكم نفسه. وعلاوة 15 تضم الى الاجل الاساسي في يونيو 2020. يعني معنى كده ان خرج معاش حتى يونيو 2020 هيبقى له في هذه العلاوات، طبعا حسب اللي ما تضمتش. احنا قلنا بتبدأ في الاول متناقصة وفي الاخر برضو بتبقى متناقصة. يعني ايه متناقصة؟ مش كله خمس علاوات، هتبدأ خمس علاوات من 92 بالظبط، هتبقى خمس علاوات خمس علاوات خمس علاوات. حتى امتى؟ حتى 2015 خمس علاوات، يبقى 92 حتى 2015 خمس علاوات، قبل 92 هتقل بقى 1 2 3 4، في 15 هتبقى 1 2 3 4 عشان تبقوا عارفين، يعني هتقل بقى العلاوات، هتبقى 4 من 16، يعني 4 علاوات من 16، 17 تنزل، 18 تنزل، 19 تنزل، 20 يونيو 20 تنزل، تبقى علاوة واحدة. ده الحق في المعاد. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.